بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دائما وابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس. هعمل لكم مقدمه افتراضيه. نفترض كده واحنا النهارده مع حضراتكم بنقول ظهرت قرعه كاس الامم الافريقيه والمجموعات، مجموعه فيها سيراليون وغينيا الاستوائيه وساحل العاج او كوت ديفوار والجزائر، ومجموعه فيها غانا وكذا وكذا وكذا، ومجموعه فيها تونس وباقي الفرق اللي انتم شفتوها النهارده، جامبيا، مالي، موريتانيا، وهقول لكم مجموعه غانا بالتفصيل دلوقتي. وهطلب من حضراتكم ترشحوا الفرق اللي هتصعد اللي هتتاهل. فتعالوا نتوقع اللي هيصعد من مجموعه الجزائر. هنقول الجزائر الاول والمركز الثاني ممكن تلحق بيه ساحل العاج، وقد تكون هناك يعني فرقه ممكن تلحق او تحصل البطاقه الثالثه في احسن توالد. هنقول غانا في المركز الاول في مجموعتها، ما عندهاش مشاكل على الاطلاق، وباقي الفرق تتصارع معاها من اجل الحصول على البطاقه الثانيه او البطاقه الثالثه. هنقول تونس في المركز الاول ما عندهاش مشكله خالص، وعلى مالي وجامبيا وموريتانيا ان هم يتصارعوا على باقي البطاقات. ده الطبيعي ولا انا غلطان؟ خصوصا انه الجزائر هو بطل افريقيا وهو اقوى فريق افريقي قبل البطوله بلا شك وبلا اي كلام. يعني تونس لسه كانت بتلعب فاينل العرب وكان بينقصها عدد كبير جدا من اللاعبين، وان كنت بعذرها طبعا لحالات الكورونا. وغانا وما ادراك ما غانا، واسم المنتخب الغاني حتى لو فقد الكثير من بريقه. تعال بقى نسيبنا من الافتراضي ونعيش في الواقع. الواقع الصعب جدا هو ان حامل اللقب والمنتخب الاقوى افريقيا، بل انه واحد من المصنفين كمان عالميا، المنتخب الجزائري، صدق او لا تصدق، في ثلاث مباريات في 270 دقيقة لم يسجل سوى هدف وحيد، وكان متأخر 3-0 والهدف ده خلى النتيجة 3-1 بدلا من 3-0. وانه المنتخب الجزائري في آخر المجموعة، وإن المجموعة بتقول في النهاية إلى كوت ديفوار في الصدارة، إلى غينيا الاستوائية في المركز الثاني، وإلى سيراليون في المركز الثالث، وإلى الجزائر في المركز الرابع، لكن لا سيراليون ولا الجزائر حصلوا أحسن توالد. نقطة وحيدة لحامل اللقب الإفريقي، نقطة وحيدة لبطل العرب، نقطة وحيدة للفريق الذي لم يخسر عبر 35 مباراة، وكان قريبا جدا من تحطيم الرقم العالمي باسم إيطاليا وبعدها إسبانيا. ده المنتخب الجزائري. ادي القصة قدام حضراتكم. هجيب لكم المنتخب الغاني وهجيب لكم المنتخب التونسي. صحيح المنتخب التونسي لحق احسن توالت، لكنه داخل في مباراة صعبة جدا مع المنتخب النيجيري القوي جدا، والمنتخب الوحيد اللي حصد 9 نقاط من مجموعتنا بعد ما فاز على مصر وفاز على السودان وفاز على غينيا بيساو. هذه كرة القدم. لكن ما أعجبني في الجزائر رغم هذا الخروج ورغم هذه العروض المخيبة ورغم الألم الشديد اللي بيعتصر قلوب كل الإخوة الجزائريين وإحنا معاهم، لأن قلت الدم بيحن غصب عننا. يعني تلاقي المدرجات دائما وأبدا متعاطفة مع أفريقيا السمراء، وده حقهم الطبيعي، وإحنا كمان متعاطفين مع شمال افريقيا، متعاطفين مع الفرق العربيه، موريتانيا والسودان وجزر القمر و و و، دايما بنتعاطف مع بعض وهم بيتعاطفوا، ده امر طبيعي جدا، دي طبيعه يعني. الاخوه في الجزائر على طول بداوا حمله مسانده للمنتخب. والمسانده بدات من المعلق حفيظ دراجي، قال لك ارفعوا رؤوسكم. انتم ابطال افريقيا، انتم ابطال العرب، انتم عندكم ملحق تصفيات كاس العالم. انتوا قدمتم الكثير للكرة الجزائرية. وبدأ الناس كمان رغم حزنها وألمها وغضبها إلا أنها عارفة أن في مارس عندها مباراة مهمة جدا، وهي ملحق تصفيات كأس العالم، مباراتين ذهابا وإيابا، اللي بيتخطى المباراتين بيصعد إلى كأس العالم. فمنذ الخروج بدأوا يشتغلوا على الناحية المعنوية عشان الفريق الجزائري يتخطى ده. طبيعي جدا أنه الفرق الكبرى بتتعرض لمحن، ومحنة المنتخب الجزائري صعبة ومؤلمة، لكنه درس لابد أن يتعلم منه الجميع. لم يظهر رياض محرز، لم يظهر سليماني، لم يظهر الإبراهيمي، لم يظهر مبولحي، لم يظهر كتير جدا، ما ظهروش بمستواه.
لكنه مش هنقع، او اسمحوا لنا بقول نقع لان كلنا واحد في النهاية، او مش هنستسلم لهذا السقوط. المنتخب التونسي منذ لحظات كان بيلعب مع المنتخب الجنبي، والمنتخب التونسي عانى في هذه البطولة ما لم يعاني احد. اولا في كل مباراة ضربة جزاء بتضيع، حاجة غريبة جدا. في كل مباراة، في الثلاث مباريات، حتى المباراة اللي كسبوها 4-0 بتاعت موريتانيا واللي السبب في تأهلهم بثلاث نقاط، لكنهم ايضا اضاعوا ضربة جزاء. ده كان يوسف المساكني، في المباراة الاولى كان وهب الخازري، في المباراة الثالثة النهاردة كان سيف الدين الجزيري، والمباراة بتلفظ انفاسها الاخير على رأي معلقنا الكبير وكابتننا الكبير كابتن ميم الشربيني، اذا بجنبها بتسجل هدف ولا اجمل ولا احلى ولا اروع، بيؤكد حصولها على المركز الثاني، لانه حتى التعادل كان هتبقى في المركز الثاني وتونس تلحق بتوالي المجموعات. لكن تونس زي ما بقول لحضراتكم عانت من اكتر من حاجة، عانت من الكورونا، وحتى النهاردة دراجر البديل بيطرد، والحارس البديل دراجر كان بديل ونزل الشوط الثاني طرد في اخر اللقاء، وفاروق مصطفى الحارس الاحتياطي طرد بين شوطي اللقاء. هم اصلا ما عندهمش الا 16 لعيب، فظروف صعبة جدا. لكن ما المعنى، ما المغزى من اللي انا بقوله ده؟ انه كرة القدم اتغيرت في العالم اجمع. من قبل ويلز فاجئتنا، من قبل ايسلندا فاجئتنا، وعملوا نتائج مفاجئة جدا جدا، اللي وصل لربع النهائي واللي وصل قبل كده واللي خرج قبل كده، لكن حصلت مفاجآت بالجملة، زي ما عملتها الدنمارك زمان، زي ما عملتها اليونان زمان. هذه هي متعة وحلاوة كرة القدم، الغير متوقع. في الباسكت مفيش مفاجآت كتير، في الفولي، في الهاندبول مفيش مفاجآت كتير او كل حين وحين، لكن في كرة القدم كل مباراة تتوقع فيها مفاجأة. كل مباراة تتوقع تلاقي في كاس اسبانيا فريق من الدرجة الرابعة بيقصي بطل الدوري، في انجلترا نفس الامر، في هولندا نفس الامر، في المانيا نفس الامر. السنة اللي فاتت البايرن اللي مكسر الدنيا خرج من فريق درجة ثالثة في كاس المانيا. فاللي عايز اقوله لحضراتكم ان احنا رغم الغضب اللي موجود من منتخبنا للأداء أحيانا، لكن احنا حصدنا 6 نقاط واحنا كسبنا مباراتين. خسرنا منطقي جدا من نيجيريا بهدف، منطقي جدا، الأداء ما كانش حلو وانا متفق مع الجميع، لكن تداركت وفزت على غينيا بيساو، وتداركت وفزت على السودان، واخدت 6 نقاط، وفي 3 مباريات لم تهتزش باكك الا بهدف وحيد. امر جميل. عندك مباراة صعبة مع كوت ديفوار، محتاجة ذكاء ومحتاجة تركيز ومحتاجة عقل، خاصة التاريخ لما هقعد معاكم واحكي لكم التاريخ لمصلحتنا، لكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، لكننا نتفائل بالتاريخ. مفيش ما يمنع اننا نتفائل ونعيش في حالة ان احنا بإذن الله هنكسب وهنصعد، ثم نواجه الفائز بأمر الله من المغرب وملاوي، لكنه زي ما بقول يحلها الحلال، خطوة خطوة، واحدة واحدة، تاتا تاتا. من هنا أرجو من حضراتكم ألا تقصوا بزيادة على منتخبنا الوطني. نبرة التشاؤم ونبرة السخرية اللي موجودة في السوشيال ميديا ملهاش لازمة. أنقد وقول أنا رأيي إن ده يبقى يلعب وده ما يلعبش وده احتياطي وده ينزل وده تغيير، كل ده حقك. أنا واحد من الناس من متابعتي مثلا كنت شايف إن أحمد رفعت لازم يكون موجود، لكنه خلاص هذه اختيارات المدرب، انتهينا. هل كلامنا هيعمل حاجة؟ هل كلامنا هيرجع طارق حامد المنتخب؟ هل كلامنا هيرجع أفشة المنتخب؟ أبدا، خلاص هم دول الرجالة اللي موجودين هناك. يبقى ندعي إن شاء الله بالتوفيق، ندعي أن ربنا يبعد عننا الكورونا، ندعي أن ربنا يبعد عننا الإصابات، ده أمر مهم جدا. نقطة تانية، لما يبقى ربنا مديني واحد بنجومية محمد صلاح، قد يكون غير موفق، لكنه تعالى بص بيجري بيجري، بيحاول بيحاول، بيجتهد بيجتهد، ومتحمل مسؤولية وعليه ضغوط وأعباء غير عادية. مش معقولة يا جماعة انه بنصل الى مرحلة ان احنا بنجلد ذاتنا، مش معقول. ما انا عندي حد بحمل عليه، وصلاح سجل الهدف الاهم، هدف غينيا بيساو اللي هو كان تقريبا هدف التأهل. مش ماشية، هتمشي. قد يكون الفرج بأمر الله سبحانه وتعالى في مباراة كوت ديفوار، لان انت بتتكلم في دزاها النهارده كان احتياطي، في كلاوس بيبي، بتتكلم في اسماء تقيله في المنتخب الايفواري. انا قعدت اتفرج على المباراه بنظره المحلل والناقد عشان اشوف نقاط الضعف. علي سنجاري الحارس اللي هو تسبب في الهدف القاتل امام سيراليون كان احد نجوم اللقاء النهارده، خاصه في الشوط الثاني
امام المنتخب الجزائري. فالامر يا جماعه محتاج اننا فاضل لنا دلوقتي 6 ايام على المباراه، احنا الاربع اللي جاي بامر الله سبحانه وتعالى، المسانده والدعم والوقوف خلف المنتخب ده مطلوب، وانت مش هتخسر حاجه لما تكتب كلمتين كويسين، لما تكتب كلام ثقه في المنتخب، في لعيبه المنتخب. سيبك من المدرب، انت حبه انت كارهه، انت مقتنع بيه او مش مقتنع بيه، ما بيهمنيش، انا بيهمني اسم بلدي. وسيبك من المقارنات، ده بده وده بده وده، لا لا لا، هذا الامر مش مقبول في هذه الفتره. احنا قدامنا يومين مهمين جدا اللي هم قبل مباراه كوت ديفوار. ازاي الراجل بقى يقدر يعمل استشفاء؟ ازاي الراجل يقدر يقرا فرقه كوت ديفوار بشكل كويس؟ ازاي الراجل يقدر يحط التكتيك المناسب؟ ازاي ربنا يوفقه ان شاء الله للتشكيله المناسبه في هذا اللقاء؟ لان كل مباراه ولها تكتيكها. انا ارجو من الان ان نبدا حمله مسانده لمنتخبنا الوطني. ودينا شفنا اسماء كبيره جدا، وبدات لك بقرعه او بتصور افتراضي. مين يا جماعه ده؟ احنا كنا بنقول بس ربنا يكرمنا نبعد عن المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري لم يتأهل من الأصل، لم يصعد من دور المجموعات. المنتخب التونسي صعد بصعوبة شديدة جدا كثالث مجموعته بهزيمتين وفوز على موريتانيا في الوقت اللي المنتخب المالي بيتصدر المجموعة. المنتخب الغيني ماشي زي الفل. جزر القمر بتصعد لأول مرة في تاريخها للنهائيات وبتصعد كأحسن ثالث. صحيح هتلتقي مع الكاميرون، وهقول لكم التفاصيل يعني كلها. بوركينا فاسو هيلعب مع الجابون، ده يوم الحد ان شاء الله قدام حضراتكم. نيجيريا مع تونس يوم برضو الحد ان شاء الله، مباراتين هامتين جدا. غينيا مع جامبيا، الكاميرون مع جزر القمر، ده يوم الاثنين. ثم يوم الثلاثاء السنغال مع الرأس الاخضر، وافتكروا المباراه دي هتبقى صعبه جدا. والمغرب مع ملاوي، المغرب مع ملاوي المغرب كفتها ارجح، لكن ملاوي منافس ليس بالسهل، لكن المغرب ان شاء الله كفتها ارجح. كوت ديفوار مع ماتش مباراه 50-50، نعم 50-50، 50 لمصر و50 لكوت ديفوار. يا جماعه انا عايز دايما اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان احنا وفي مالي مع غينيا الاستوائيه، ان احنا دايما الناس بتخاف مننا، دايما الناس عامله لنا حساب. اي منتخب بنلعبه بيخاف مننا، بيقلق مننا، وده شيء بيدي لك ثقة. فانت ما تسحبش، انت عندك رصيد، ليه عايز تستنفذه؟ ليه عايز تخلصه؟ ما تزوده او حافظ عليه. يعني اي حد حاسس انه يعني عنده كوميكس او عنده حاجة دمها خفيف، ابعتها لصاحبك على الخاص، بلاش تنشره هذا الامر دلوقتي، لانه لما بتخلق حالة ايجابية معنوية عاليه بتفرق جدا مع اللاعبين. انا كنت لاعبين وبقول لكم الكلام ده، احنا كنا بنتاثر جدا بكلام الجرايد. فبالك بقى كل واحد فينا دلوقتي عنده جورنان، اللي هو حسابه على تويتر، اللي هي صفحته على الفيسبوك، اللي هي موقعه على مش عارف ايه، اللي هي رسالته على اليوتيوب او الفيديو بتاعه على اليوتيوب. كل دي بقت مش صفحات، بقت قنوات للجميع. واحنا كبشر غصب عننا غصب عننا بنفتح الموبايل، بنشوف اللي بيتكتب، بنشوف اللي بيتقال. في ناس عندها قدره وقوه، وحتى يعني انا واحد من الناس بحب ادخل على تويتر واكتب وكده، يعني مش متابع او مثلا بعض الحاجات، لكن ابقى لا اولاد الحلال بعتلك، خاصه لما يكون حد بيهاجمك، حد بيشتمك، حد بينتقدك، تلاقي ايه يعني هما يتطوعوا يقول لك ارفع قضيه على ده، وشوف ابن الذين ده وده، يعني نوع من انواع التسخين. واحنا بشر، ودول في النهايه شباب عشرينات كلهم، فيش غير واحد ولا اتنين ولا تلاتة اللي فوق التلاتين. انت بتتكلم في الشناوي، بتتكلم في عبد الله السعيد، بتتكلم في عمرو السولية، اعتقد دول اللي تخطوا التلاتين بس في منتخبنا الوطن. فالمساندة مطلوبة، والمؤازرة مطلوبة، والتشجيع مطلوب. لسه كنت بتكلم مع احد الشخصيات يعني الجميلة اللي كانت موجودة في الكاميرون، وبيحكي لي على الطيارة والرحلة والصعوبة، لكن قد ايه كانوا مستمتعين هم بيشجعوا منتخبنا الوطني. بيزعلوا ان لما المنتخب ما يجيبش جوان كتير او المنتخب بيبقى حالته حرجه، لكنه في النهايه بيقول لي راجعين فرحانين ان احنا كسبانين وضامنين التاهل. اتمنى ان الرساله دي تصل الى الجميع. مره ثانيه مباريات دور ال 16 اعزائي المشاهدين تبقى على الشاشه قدامكم، واقولها لحضراتكم. تبدا يوم الاحد ان شاء الله بمباراه بين بوركينا فاسو والجابون، ثم المباراه الثانيه ان شاء الله تبقى بين نيجيريا مع تونس، ثم يوم الاثنين بامر الله سبحانه وتعالى هتبقى غينيا مع جامبيا، والكاميرون مع جزر القمر. خلينا اقول لكم التوقعات. بوركينا مع الجابون
انا اتوقع فوز بوركينا. نيجيريا مع تونس اتوقع فوز نيجيريا. غينيا مع جامبيا اتوقع يصلوا الى ضربات الترجيح. الكاميرون مع جزر القمر اتوقع الكاميرون تفوز. السنغال مع راس الاخضر مباراه هتطول شويه. المغرب مع ملاوي اتوقع فوز المغرب. كوت ديفوار مع مصر مباراه 50-50. ثم مالي مع غينيا الاستوائيه، اعتقد ان مالي هي الاقرب. مجموعتين ما طلعش منهم رابع، هي مجموعه مصر ومجموعه الجزائر، وفرقتين صعدوا بثلاث نقاط احسن توالت، المنتخب التونسي الشقيق ومنتخب جزر القمر الشقيق. كل التمنيات للجميع ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، والبطوله احلوت جدا.